ترحب الأماكن المقدسة في الأراضي المقدسة بآلاف الحجاج من جميع أنحاء العالم، يحملون معهم الرغبة في السير لمسافات طويلة وكذلك الصبر لمواجهة الطوابير. هذا يجعل الحج أكثر تحدياً. يسعدنا أن نرى الكثير من المسيحيين يأتون من جميع أنحاء العالم، معظمهم من آسيا، وهذا من دواعي سرورنا، لأن الحجاج كانوا في العادة أشخاصاً من أمريكا اللاتينية وأوروبا وأيضاً من الولايات المتحدة. وتوجد هناك بعض الصعوبات، منها طابور الانتظار، لكن ذلك هو جزء من الحج، إنها تضحيات صغيرة ولكن الفرح أكبر. أدعو الله أن يتمكن العديد من الأشخاص الآخرين من زيارة الأماكن المقدسة ومعرفة المزيد عن الكنيسة في الأرض المقدسة. هذه هي المرة الرابعة التي أزور فيها الأراضي المقدسة وأجد دائما شيئا جديدا، إنها تجربة رائعة. لقد تأثر الناس كثيرا، كما أنني متأثر أيضا. إن التواجد في الأماكن المقدسة التي سار فيها يسوع المسيح حقا يمس قلوبنا بعمق. يأتي الحجاج من جميع أنحاء العالم إلى هنا لأن الأرض المقدسة هي مصدر إيماننا. لقد أحبنا الله حقا في التاريخ بتجسد الكلمة مع يسوع الذي شفى وأنقذنا بكلمته الخلاصية، وهنا مع سر الفداء بموته وقيامته أنقذنا وحررنا. الوصول إلى مصدر الإيمان هو تجديد هذا الإيمان بالرب يسوع. لدينا نعمات رؤية العديد من أشكال الحج، وسرنا مع مجموعة من الكهنة من أبرشية ريو دي جانيرو الذين رافقهم الأسقف باولو إلفيس روماو أثناء قيامهم بالرياضة الروحية في الأراضي المقدسة، وقد قاموا بدخولهم الاحتفال في كنيسة القيامة بعد ظهر يوم 19 من شهر تشرين الثاني. يجدد الكهنة إيمانهم لأنهم يستطيعون تكرار إيماءات يسوع. لقد تم التعرف على يسوع أثناء كسر الخبز في عمواس، وتم التعرف عليه في الظهور الثالث كما ورد في إنجيل القديس يوحنا، وتم التعرف عليه في شواء السمك وإعداد الخبز للتلاميذ. وهنا عرفته مريم المجدلية من خلال النداء مريم، لقد عرفته من خلال الصوت. هذه هي إيماءات يسوع المسيح التي يمكن تجديدها. في الصباح الباكر تمشياً مع حالة ستاتوس كوو، ذهب الكهنة في الصباح إلى كنيسة القيامة للاحتفال بالقداس مع الجماعة في تمام 6:30، ولا شك أنها تجربة خاصة. كل لحظة من الزيارة إلى الأماكن المقدسة هي دائماً لحظة مليئة بالمشاعر الكبيرة. لقد جئت لأول مرة إلى هذه الرياضة الروحية مع كهنة من أبرشية ريو دي جانيرو. أن الأسقف الذي يرافق هذه المجموعة من الكهنة الذين يمثلون أيضاً كاردينال ريو دي جانيرو المونسنيور أوراني تيمبيستا، كان الأب برونو هو مرشدنا أثناء الرياضة الروحية في كل مكان مقدس، ساعدنا على فهم ثراء تجربة حضور الرب. هذا هو المكان الذي مات فيه وقام من بين الأموات، وهو مصدر أمل حياتنا. واليوم وعلى وجه الخصوص كان الاحتفال بالقداس داخل القبر الفارغ مليئاً بعاطفة عظيمة. كان بمثابة لمس ورؤية سر خلاص الرب، وهو يموت على الصليب ويقوم من جديد، وهو مصدر الأمل والفرح والحياة الأبدية. إنها تجربة فريدة من نوعها، سنأخذها بأمان إلى ريو دي جانيرو أنا وجميع الكهنة الآخرين بعد أن تحولنا بوجود الرب في حياتنا.